لأن في شغل الآن الناس في دنياهم، منهم ما هو مشغول في البناء، مشغول في شراء سيارة، مشغول في مزرعته، في تجارته، لكن أهل الجنة مشغولون بالتنعم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، ما هو هذا الشغل؟ فاكهون. أهل الجنة في شغل التنعم، وأهل الكفر في شغل العذاب، مشغول في العذاب، وهذا مشغول في النعيم، فاكهون. وفكه هذا الفاء والكاء والهاء، هذا كل شيء يعني طيب ومستظرف، ولذلك يسمى هذه الطيبات من النبات تسمى فواكه. و المفاكهة الممازحة، لأنها أيضا تستطاب، يحب الناس ويستظرفون ويستطيبون الممازحة. فشغل أهل الجنة بالنعم من أكل وشرب وزيارات وسياحة في هذه الجنة العجيبة الغريبة، هم وأزواجهم. وفي آيات أخرى تطمئن المؤمنين آباؤهم، وفي آيات وذرياتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم في ظلال، لأن في الجنة لا يوجد حر كالدنيا ولا برد. الجنة ظلال، ظلة، براد، على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. هذه كلمة ما يدعون باب واسع، اسأل. سلام قولا من رب الرحيم، ويسلم تبارك وتعالى عليهم في الجنة. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يقال لإيه؟ لأهل الكفر، تميزوا في أرض المحشر، فيساقون إلى جهنم، وأهل الجنة يدخلون الجنة.